بتفرق نجوم زي اسك وزي مازيمبي، فالنادي فقد عدد كبير من النجوم الكبار، وفي نفس الوقت مستوى بعض اللعيبه قل، وده اللي حصل حتى في مباراه السوبر اللي فازوا بيها بصعوبه شديده جدا على نادي الفتح الرباطي بركلات الترجيح 9-8. حتى المدرب قال لك احنا لم نعد فريق مازيمبي اللي هو كان ثاني العالم او هو اللي بطل افريقيا مرتين. الهدف لمصطفى العلاوي، مصطفى العلاوي جاب جول حلو قوي بضربه راس جميله، لكن عايز اقول مازيمبي كان موجود في هذا اللقاء في البدايه، بس الوداد كان هو اللي مسيطر على المباراه، بعد كده مازيمبي بدا يسيطر نسبيا على بعض الوقت، ثم فريق الوداد جاب جول وكان ممكن يجيب اهداف ثانيه، بس 1-0 نتيجه قدام فريق كبير متمرس زي مازيمبي مش مترشح. مازيمبي ولا الوداد؟ انا برشح مازيمبي انه يعوض الخساره دي في لقاء العوده ويكمل في البطوله، يعني طيب. مرتين متتاليتين. اذا دكتور طارق، ينتهي لقاء الوداد ومازيمبي بفوز الوداد 1-0، الهدف لمصطفى العلاوي، المباراه 8 مايو، مباراه واحده، ادي نتائج ده.